طب انت رايك ايه ايمن؟ يعني هل شايف ان الترانزيشن عندنا في ازمه بالذات من الهجوم للدفاع، وازاي نقدر نملى المساحات زي ما قال شريف في الارتداد؟ هو الموضوع بالنسبه لنا مش موجود في او الازمه مش موجوده في خط النص. هي المشكله عندنا لو انت تيجي تبص على الحركه بتاعه بعض اللعيبه، مش عايز اسمي المهاجمه، اول ما بيفقدوا الكوره بتشوف حركتهم بتبقى عامله ازاي. احنا المفترض في لحظه فقد الكوره زي ما شريف قال، اللعيبه كلها من مكان فقد الكوره بيبتدي يحصل عمليه ضغط. حتى لو انا اللي اتقطعت مني الكوره وما لحقتش، المفترض اقرب واحد ليا لو انا مثلا سي مثلا جناح اتقطعت مني الكوره، فهي راس الحربه اللي هو قريب مني هيبتدي يغطي على زميلي، والتاني بيبتدي يعمل عمليه تبادل الاماكن وبعد كده نبتدي نشتغل بالظبط كده. بالظبط. لكن احنا عندنا المشكله بتبدا اصلا فين؟ بتبدا اصلا من عند المجموعه الهجوميه. المجموعه الهجوميه عندنا بمجرد ما بتفقد الكوره بتحصل بعض الرياكشنات اللي هي بتدل على الامتعاض او ان انا متضايق ان الفرصه خلصت، فما فيش وقت. لازم اوقف الكوره عشان انا بخف، انا اول خط دفاعي. بالظبط كده. فبتحصل المشكله في النقطه ديت، بعد كده هو بتنتقل لخط الوسط، بعد كده بتنتقل لخط الدفاع. في الوقت اللي انت بتبقى بتكون فارد فيه كل اسلحتك الهجوميه، فبتحصل او بتتعاظم فكره ان الترانزيشنز عندك من الاوفنسيف للديفنسيف بتبقى فيها مشكله. بالنسبه لفكره خطه اللعب اللي اسامه كان بيتكلم فيها دلوقتي، لا انا شايف ان هو لو لعب 4-2 هتكون افضل، مع تكليف ديانج ان هو يلعب زي بعض الاوقات ما كان بيلعب، انه دايما وكانه ليفت باك. بمعنى ايه؟ ان انا دايما طول الوقت اول ما علي معلول هيبتدي يتحرك انا بغطي المساحه دي، انا مغطي المساحه دي عشان خاطر ابقى طول الوقت انا عندي فرصه ان انا وهو بيلعب 3-4-3، فانا ما عنديش فرصه ان انا العب بنفس السيستم بتاعه. صحيح. خصوصا هو بيلعب لو بلوك. لو لعب لو بلوك و3 4 3 المساحات عندي هتبقى ضيقه جدا. جدا هتبقى محتاج، هتضيع وقت كتير. صحيح. هتضيع وقت كتير لانك انت الخطط ده في المقابل، معلش انا عايز اقول لك، هيبقى عندك مساحات في ظهرك اكتر. بالظبط. يعني انت بتضطر تضغط بكل خطوطك، وهيبقى عندك مساحات في نص ملعبك لو حصل ارتداد، وهتفرش الملعب. هتفرش عرض الملعب تماما. لكن انا شايف عمليه الترحيل العكسيه هي دي اللي هي اللي مع وجود اليو ديانج في المنطقه ديت، دي اللي هتقفل عليهم بشكل كبير، او هتقلل جدا 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 من العيوب اللي حصلت. حراسه المرمى، خلينا نتكلم في حراسه المرمى، اخبارهم ايه؟ الزنتي كان لسه كان بيتكلم معايا شريف قبل الهوا، بيقول لي ان هو عنده دايما حاجه مشكله كبيره جدا، هي فكره الفولو. لما بتشاط عليه الكوره بيحصل الفولو، دايما بياخد الكوره على مرتين، فالفولو بالنسبه له او عليه بيبقى خطر جدا. طب ممكن سجلنا هدف السوبر بالطريقه دي مع بيرسي. طب كررت الاخطاء دي؟ يعني اخطاء مكرره منه ده حقيقي لمستوها. اه طيب، والكور العرضيه؟ الكرات العرضيه بالنسبه لهم هو الترنات اكتر هو اللي فيها مشكله، ولو ان هم عندهم اطوال كبيره جدا، عندهم دهودي 190 سنتي، عندهم جمال هركاس 187، الياس حداد بيجيله العاب الهوا سواء في الجانب الدفاعي او في الجانب الهجومي. بس احنا عايزين ندي نوع من انواع التفاؤل كده، عايزين يعني يكون معانا اثنين اقوياء في التحليل اداء، وما يقولوش على ثغرات الدفاعيه لفريق الرجاء. يعني انا ازاي اسجل في الرجاء، ازاي اكسب في الرجاء؟ على الجانب الهجومي انا بشوف ان يعني الكرات الثابته لازم نتجنبها بشكل كبير جدا، لانهم بيجيدوا الكرات الثابته كفرق شمال افريقيا، ويمكن حتى هركاس مسجل الهدف في الدقيقه 90 في مباراه الكاس. انا بقى على الجانب الدفاعي، ثغرات فريق الرجاء على مستوى الافراد وعلى مستوى التنظيم الدفاعي. بالنسبه لنا تبادل الاماكن كتير، ده هيربك جدا جدا جدا. وتمركز محمد شريف، لو ابتدي محمد شريف راس حربه ما ينفعش انه يسلم نفسه في العمق، دايما يجي يتحرك او ياخد دايما الكره من وضع الحركه. لو اخدت بالك في الجون بتاع التعادل بتاعنا في مباراه السوبر، هتلاقي محمد شريف طالع لغايه بره خالص ومستني لغايه ما معلول مكمل معاه، وبعد كده ابتدى يعمل الكره العرضيه. فتبادل كان قفشه فين؟ كان قفشه هو اللي موجود في عمق الملعب او في صانع لعب، وهو داخل في منطقه راس الحرب. التحرك من غير كوره مهم اكتر من التحرك بالكوره. بالظبط، انك انت ما يبقاش فيه المركزيه، ما تبقاش موجوده قوي، مسلم نفسك للمدافعين. بالظبط كده، لازم انت تتحرك، لان هم عندهم مشكله كبيره جدا في الترنات، في التحركات، انك انت واحد على واحد عندهم مشكله. ده طبعا راجع لعنصر الطول، احيانا بيفرق كتير جدا في عنصر الرشاقه، فده اللي ممكن يعمل لهم مشكله. انا مش قلقان، لان انا حتى لو انا كسبت واحد انا مش قلقان، لان فريق الرجاء مش الفريق المزعج او يعني لا، بس خليني اقول لك حاجه اللي يضايقني في مباراه العوده. لا، في دور المجموعات فريق الرجاء في كل مباراه في دور المجموعات سجل هدف. بس نشوف الفرق برضو اللي معايا يا احمد، يعني انت بتتكلم على وفاق سطيف اللي هو فريق اغلبي وعناصر شابه، هو اللي طلع التاني. يعني انا بنتكلم على الحريه كوناكري، او بنتكلم على مازولو ما عندوش خبرات، او فريق ما عندوش خبرات.
مش شايف ان يعني مفيش اختبار حقيقي. انا بالنسبه لي، انا بالنسبه لي على المستوى الشخصي دايما لما باجي بقول ان دوري ابطال افريقيا بالنسبه لي انا كايمن على مدار متابعه كام سنه او اكتر من 12 سنه بيبتدي بالنسبه لي من الدور قبل النهائي. انا بتكلم ان في فرق معروف انها في افريقيا انها قويه جدا، اهلي، ترجي، سان داونز، وداد. خلينا نختلف معاك عشان احنا قابلنا سان داونز اخطر فريق في افريقيا في دور الثمانيه في المرتين اللي فاتوا. لا ما انا بتكلم، انا بتكلم على الفرق ديت، يعني انت لو انت سيء الحظ هتقابل حد من الفرق ديت في دور الثمانيه. لكن انا بتكلم على اقوى اربع فرق بفار يعني عن اي حد تاني، هم الاربع فرق دول. حتى مازيمبي اللي كان موجود في فتره من فترات دلوقتي بقى له اكتر من سنه موجود في الكونفدراليه. فانا بالنسبه لي ما بحبش الاوفر ثينكينج قوي، او ان انا اقعد اتحمس قوي للفريق اللي قدامي، او ان انا اقعد اعمل له حساب قوي. لا، انا لازم اكون انا كمان حاسس بشخصيتي وحاسس بقيمتي وابتدي العب السهل والمظبوط، لان زي ما بقول لك كره القدم تكاد تكون علم صحيح. طول ما انت بتتحرك مظبوط، طول ما انت بتفتح المساحات مظبوط، طول ما انت بتضغط على المنافس مظبوط، انت ما عندكش مشكله. تستغل الضربات الثابته بشكل مظبوط، مش هيبقى عندك مشكله.